وفي سياق متصل، وقفت كاميرا النهار على رحلة برية سياحية كانت مبرمجة من العاصمة الجزائرية إلى تونس مرورا بولايات غرب تونس المضطربة أمنيا، حيث رصدت آراء بعض المسافرين على متن الحافلة وكذا القائمين على الرحلة، وذلك بعد يوم واحد من الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمنيين بولاية جندوب الحدودية مع الجزائر. دايا جي با اونتوندي سا حتى اليوم صباح باش سمعت واش صرا البارح، مي ان شاء الله فيها خير. ما عثرتش عليك شغل عادي؟ لا لا عادي بربي ان شاء الله، عادي عادي ان شاء الله، كل شيء بالمكتوب. الله يرحمهم ان شاء الله ان شاء الله يعطيك السلامه علينا ان شاء الله. انا ما سمعتش حتى الصباح هذا، بصح ما اثرتش فيا نورمال. انا رايحين وان شاء الله فيها خير نورمال، انا رايحين ان شاء الله يكون مكان غير. شويه برك هكذا اثرت فيا هذوك اللي ماتوا ربي يرحمهم. راهي لاباس مليحه الطريق، مليحه كلش لاباس الحمد لله. اتصلت بيه انت صاحبك لازم راحوا البارح وصلوا عيطوا لنا، وحنا درك في الطريق ثاني نستقبلوهم، وكاينين اللي يخرجوا مع بعضنا ديما في اتصال نخدموا نورمال كلش لاباس. انا عندي ثقه كلشي في بيد الله سبحانه وتعالى، رانا رايحين قادرين نكونوا في المنازل تاعنا وتصرى دي زاكسيدون، رايحين ان شاء الله ما يكون غير الخير. احنا اصلا وين رايحين دركا ما راحش ناخذوا هذيك الطريق، يعني بالعاده مش خاضين الطريق هذه.